السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت لهذا يخطيكم علينا. بارك الله فيكم واحد 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 فيما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة حتى للقويرة كما كتشاهدوا، ومن جميع بقاع العالم، وما ننساوش خوتنا وحبابنا وصحابنا فيما كانوا. كما كتشاهدوا ها نتوما هاد البلاصة كتبان لكم بحال وسط الرباط وسط كازا وسط هذه يا اخواني اخواتي. اللي قلت لكم شنو هي تاع الشب، هذه قريه، واحد القريه من القرى اللي الناس ديالها ولاد هذه البلاد هما اللي خدموها، هما اللي قيموها، هما اللي عرفوا لا فالور ديالها، وهاد الناس هما اللي خدموها. شوف تبارك الله ما شاء الله، هذه سيدي عليك عين عتيق، هذه عين عتيق، هذه عين عتيق. كان واحد الفيراج من هنايا، كانوا بلادة الملي كيتحرشوا، وكان جاو تزيد واحد شويه لقدام كان واحد السوق تما شي عمر. ها نتوما الدنيا كل الضربات ديال زيموبل راهم عاوتاني ليا عاوتاني الباطيمات، شوف كي دايرين كل اقامه. هي قريه هذه باقي شادين فيها غير الجوندارم، يحكموا فيها غير الجوندارم. ها نتوما خوتي، ها نتوما هذه غير قريه، شوف شكي ولات تبارك الله ما شاء الله. ايه تبارك الله عليكم يا الناس ديال عيعتيق، واش تبارك الله عليكم شي الشارع قداش ولا دي غير قريه. شوف تبارك الله ما شاء الله، سيروا الله يعطيكم الصحه، سيروا الله يعطيكم الصحه كما خدمتوا هاد البلاد ديالكم، الله يعطيكم الصحه. خصكم تعرفوا بان المغرب حاليا قائمه في واحد الثوره اللي سميتها ثوره الملك والشعب. كلشي الله يتخدم، الخدمة يا غنوقفوا هاد البلاد حنا بيدينا يا ما كاينش. ها نتوما خوتي هادي راه غير قرية بسيطة. وبالنسبة راه صورت لكم واحد الفيديو على ديك القنطرة، هاديك القنطرة درت لكم واحد الفيديو ناضي، صورت لكم من الفوق ديال القنطرة، وصورت لكم من البلايص اللي كيلعبوا الناس ديال ديك الرياضة ديال الحبال باش كيتشعبطوا في واحد الجبل، وريت لكم والبلاصه فين كيصيدوا الدراري الفراخ. واحد العائله تما تلاقيت معها غير باغازاغ، جات هي جات تنزات تما في هذيك البلاصه، وغنوريكم غنوريكم تما منين تدخلوا منين تخرجوا، وما تخافوش كاين السيكوريتي كاين الامان كاين كلشي. اذا اخواني اخواتي تابعوا معنا هذاك الفيديو، راه غنلوحوه ان شاء الله فيما مقارب. وهذه هي عين عتيق، عين عتيق، عين عتيق، عين عتيق، عين عتيق، عين عتيق. اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر. نكتفي بهذا القدر وهذه اللقطات عن هذه القريه، هذه القريه قريه عين عتيق اللي تحولت ما بين عشيه وضحاها للمدن، غتكون ان شاء الله مدينه، غتحول المدينه وتكون زوينه. يلا تهلاو في ريوسكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.